هارون، أي هارون؟ أعد القراءة. أي أنا هارون، أحب باسم أعمال الفلاحة وأشغال الزراعة. لقد كان مغرما بخدمة الأرض، فاتخذ حديقة المنزل ركنا صغيرا وجعله حقا له يمارس فيه هوايته المفضلة، فغرس أزهارا وورودا ونباتات الزينة. خطر له أن يزرع قمحا وشعيرا، وقلب تربة بمعونه، وأعد حوضا وحفر ساقية جرى فيها ماء، ثم بذر حبات القمح والشعير بالخطوط المستقيمة. أحسنت يا هارون، يكفي. أي براء، وصل. كبرت نبتة من نبتات القمح وعلت ومدت وهامتها إذا تعجب أهل باسم وأقاربه من عمته. يا براء، عدي تستر انت راك. ومدت هامتها إلى الأعلى. ومدت أغلى، وأخيرا تحولت سنبالة عجيبة. يا برا تسمع فيها ولا؟ نعم. عودي من كبرت نبتة. كبرت نبتة من نبتة القمح وعلت ومدت همتها إلى الأعلى. وأخيرا تحولت إلى سنبولة عجيبة إذ صارت أطول من باسم. تعجب الأهل باسم وأقاربه من عظمتها. ولما جاء الصيف أصفرت السنبولة ويابست حبوبها، وأيقن باسم أن وقت فقدها قد كان الجميع. طيب يكفي يا برا. حسن، شكرا يا برا. أنس حنينية، واصل. نعم، واصل. حصد باسم السنبلة ودرسها وكدس حبوبها، وفكر في عمل يفيد الجميع. فقدم لكل واحد من أصدقائه وأقاربه بعض الحبات من قمحه، طالبا منهم زراعتها في العام المقبل ليعم الجميع الخير. شكرا. أريج أيدي. يا أريج، خرجت أريجة. أي مؤمن؟ أيستر من الأول. أحب باسم أعمال الفلاحة وأشغل زراعة. لقد كان مغرما بخدمات بالخدمة الأرض، غزّ في الحديقة المنزلية ركنا صغيرا وجعلها حقلا له يمارس فيه هوايته المفضلة. غرس الأزهار والورود والنباتات الزينة، وخاطر
له أن يزرع قمحا وشعيرا فقل بات رب تبعه وأعد بعونه وحفر ساقية جرى فيها الماء ثم بادر حبات القمح وشعيره في الخطوط المستقيمة. جيد. أي أريج. يا أريج. نعم سيدتي. أريج. نعم سيدتي. اقرأي يا أريج. كبرت. كبرت النبتة من نبتة. نبتة من النباتات القمح وعلت ومدتها خيمتها إلى الأعلى وأخيرا تحولت إلى سنبلة عجيبة إذ صارت طويلة من باسم أطول من باسم. تعجل أهل باسم وأقاربه من من عظمتها من عظمتها ولما جاء الصيف أصفرت وأصفرت 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 أصفرت السنبلة ويبست حبوبها وأيقن باسم أن حصادها عند وقت حصادها قد حان حصد باسم السنبلة ودرسها وكدس حبوبها وفكر في عمل يفيده الجميع فقدم لكل واحد من الأصدقاء وأقرابه بعض الحبوب من الحبوب القمح طلب منهم زراعة في نعم المقل ليعمل الخير الجميع يعم الخير الجميع. جيد. نصلح السؤال. أيام يجري. اقرأ سؤال ثلاثة. متى عرف باسم أن وقت الحصاد قد حان؟ عرف باسم أن وقت الحصاد قد حان حينما أصفرت السنبلة ويبست حبوبها. جيد. أعيدي. عرف باسم أن وقت الحصاد قد حان حينما صفرت السنبلة ويبست حبوبها.
هكا جاوبتوا يا أطفالة؟ حينما يبست، حينما ماذا؟ اصفرت، حينما اصفرت السنبلة، السنبلة السنبلة ويبست حبوبها. يبست حبوبها. جيد. هذه يعني باش نكبروا. هاي لحظه برك. با رنيم ماذا؟ رنيم نعم سيدك، استخرجي القرينة من النص. رنيم نعم اقرأي القرينة. جاء الصيف مش مجري. رنيم رنيم يا مجري، مش انت رنيم، اين انت يا رنيم؟ رنيم غير موجودة. اي هارون سيدتي انا. اي رنيم الساعة نقول رنيم اين ذهبتي؟ نعم ما خاطر فما زوز يا زوز. رنيم 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 وحدة برك. لا انا رنيم وهي إيه، انت نعيط لك ماجري وهي نعيط لها رنيم. لا هي رنيم وانا ماجري. اي صحيت هكيكا. اي رنيم. نعم ما قلت. قرينا ترتي نكتب القرينة. اي سؤال موالي. سؤال موالي استخرج من النص جملة تدعم اجابتي، يعني القرينة. سيدتين فارس. نعم نعم شكون تخلى اسمه فارس؟ نعم سيدتي. كلهم تمام سكر. نعم سيدتي. أي رنيم؟ سيدتي نعم. سيدتي تسمعني تو؟ سيدتي ريتيش ريتيش جديد. شو بكل مرة بدل لي اسم؟ سيدتي أنا. أنت شو اسمك؟ أنس. أنا ما قلتش أنس، عندي لهنا فارس. ولا فارس سيدتي ريتيش. مرحبا يا ريتيش. مرحبا. ترى دخلت متأخر شوي اليوم. أي راني معطي القرينة. ريتاج احنا قاعدين نوصلوا في إصلاح النص متاع الفلاح الصغير. أي راني هناك ما باش صوت. هيا رنيم اعطي القرينة. سيدتي ما هو السؤال؟ سيدتي السؤال
ولما جاء الصيف اصفرت السنبلة ويبست حبوبها وأيقن باسم أن وقت حصادها قد حان. أحسنت يا رنيم، نعم هذه هي القرينة. ولما جاء الصيف اصفرت السنبلة ويبست حبوبها وأيقن باسم أن وقت حصادها قد حان. جيد، هذه هي القرينة. الآن تمرون يا أطفال إلى السؤال الرابع. شوش مش تعملوا في السؤال؟ مش تكتبوا يتعاطى قدامها يساوي، كره أخي قدام علامة ضد، وينفع الغيث قدام يساوي. بعد نرجع لكم من النص وانتم تلوشوا على الكلمات. باهي يا سيدتي. سيدتي نعم، يعني نكتب الكلمات المسطرين وكهو. اي اكتبوا كلمات المسطرة. يتعاطى انت مش تلقى كلمة لها نفس المعنى، كره مش تلقى كلمة اخرى تكون ضدها عكسها يعني، وينفع الغيث مش تلقى كلمة لها نفس المعنى. من النص انا بطل رجعكم النص مش تلقى عليهم. إذا لم أفهم قال لك السؤال، ابحث في النص عن الكلمات المناسبة للكلمات المسطرة. انت الكلمات هذا ابحث عن الكلمات باش انا بعد كي رجع لك النص انت تبحث عليهم. سيدتي كره أخي نعملته هاي كده المسطري. سيدتي كره أخي يا كره أخي الكلمة الإنسان مسطرة. اي عكسها، كلمة عكسها ضد. ضد يعني. سيدتي أين النص؟ حتى تكتب الكلمات، كتبتم الكلمات يا ريتاجا؟ نعم. أطفال كتبتوا الكلمات كلها؟ نعم. نعم. سيدتي أنهيت نكتب الكلمات الثلاثة. أنا سيدتي قعدت كلمة واحدة بركة. نهيت يا مؤمن. سيدتي هذيك كيها أخي. الكلمات هذم يا أطفال، يتعاطى كريا أخي وينفع الغيث. تكتبوا الثلاثة كلمات هذم باش من بعد نرجع لكم النص وانتم مش تبحثوا على كلمة لها نفس المعنى هي ويتعاطى، وكلمة عكس كريا أخي، وكلمة أخرى لها نفس المعنى مع ينفع الغيث. باهي كلمتين مرادف معناتها لا سيدتي النص. حتى تكتب كلمات انهيت يا ريتاج، تنتظر زملائك. حسنا ثمانية تسعة خريمة
سيدتي يزيكا الغيث ولا الغيرة؟ الغيث. لا أنا سيدتي نعم ما معنى الغيث؟ يعني المطر. سرت ياكها وكملت نجمة مدي النص بقية. هل كتبتم الكلمات؟ ليه؟ هل أرجع النص؟ ليه؟ نعم نعم لست قليلا فقط. بسرعة يا مجري. سيدتي شنو معناتها يتعاطى؟ نفس الكلمة معناتها الشرح متاعها تبقى في النص. سيدتي هل يمكنك إرجاع النص؟ ما سيدتي أرجع السؤال نكتب بعدك بسرعة بسرعة بسرعة. سيدتي لم أنهي الكتابة. لحظة هيا بسرعة يا أطفال اللي ما كملش يكتب الكلمات يكتبهم مش أرجع لكم النص. هاي سيدتي خمسة هل يمكنني الذهاب لشرب بعض الماء؟ نعم أرأيتم؟ لا 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 ما زلت سيدتي سيدتي ما زلت قولي ما زال مؤمن. بسرعة يا مؤمن أسرع قليلا ثلاث كلمات فقط هما. بفشل
ما نجبين في الفطور ما كلينيش شيء. سيدتي آخر كلمة متاع آخر كلمة من شو من تستطيعين أن تعيد الناس؟ لحظة يا ريتاج، ماذا يا مؤمن؟ شلون هذيك الكلمة اللي في آخر جملة آخر ينفع الغيث؟ مش أول جملة، آخر 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 كلمة آخر يا مؤمن آخر كلمة. المخلوقات المخلوقات نصلح؟ نعم سيدتي ما زلت ماذا تفعلين يا ريتاج؟ سيدتي نعم هل في الأخيرة نقول يعني مرادف الغيث مرادف لكلمة ينفع الغيث
أي هارون اقرأ السؤال. نهيت هارون. نعم. أبحث في النص عن كلمات مناسبة الكلمات المسطرة. يتعاطى أمين رياضة المشي. يمارس أمين رياضة المشي. جيد. يتعاطى يعني يمارس. أحسن. السطر الثاني. السطر الثاني. نعم. أكره أخي. يكفي كلمة فقط. تلاتين تاج. لحظة. إذن يتعاطى يعني يمارس. يمارس. براء. براء. كره أخي. مرادف. ضد. كلمة ضدها. براء أين أنت؟ نعم. عكس كلمة كره أخي. براء. نعم. مدام ريتيش. براء عكس كلمة كره. لا. ضد كلمة كره. يعني يا براء ما قريتوش الضد. أحب. أحب. نعم أحسنت. عكس كلمة كره أحب. أنس حنينية. نعم. أنس ينفع الغيث. كلمة ينفع. يفيد الغيث. يفيد. نعم. مرادف الكلمة ينفع يفيد. يبقي أو يسقي من النص. لا يفيد. يفيد يعني شيء مفيد يعني شيء نافع. الله الآن نمر إلى السؤال الموالي. سوف تجدون مفردات من النص بها تنوين الفتح ومفردات أخرى بها تنوين الضم ومفردات أخرى بها تنوين الكسر. تنقلون هذا الجدول على الكراسة ثم سأعيد إليكم النص. الجدول تنقلونه على الكراسة. إذا شيء عندي نص وقيت في الكتب المصبرة. أنا نقصت لي منها ورقة. شوية. هذا مش ظاهر نص مش ظاهر الجدول. اي مش ظاهر. نزلت مدى. انا على خاطر السؤال الخامس ما الظاهر. مش مشكلة السؤال قل لي الجدول فقط.
حرف شنو الجدول يا ولدي؟ الجدول باش نقرا على الكراسه. تنوين الفتح. سيدتي أنا هيك هل يمكنك إرجاع النص؟ لحظة يا بنتي حتى يكملوا أصحابك. ما زلت. مغرمة. أنا هاي سيدتي. فين مغرمة؟ ماما أنا نزلت. كلمات نكتب سيدتي. أنا هاي سيدتي أرجعي لي المص. أنا هاي أنا هاي سيدتي أنا هاي سيدتي سيدتي مسيح. أنا هاي أو أقرأ النص ولا وجه الكلمة. سيدتي أنا هاي ترجعي لي النص. سيدتي أنا هاي أرجع النص. كملتوا كله؟ يا أطفال كملتوا كله؟ أي نعم. هو مازال كملت الجدول. عملت الجدول. عملت الجدول. أنا نهيت. أنهيت. اكتبوا اي حروف سيدتي. نكتبوا الكلمة كلها مش حروف. يكفي يا طفل. انهيت. سيدتي ما فهمتش. سوف تبحث في النص عن كلمات بها تنوين الفتح وأخرى. استنى. نعم قريت التنوين ولا؟ أنا قريت التنوين. نعم كلمات بها تنوين فتح وأخرى بها تنوين ضم وأخرى بها تنوين كسر. تنوين إذا تجيكم ترجعي النص. هاني مش راجع النص. وما تتكلموش تو كان بعد في الإصلاح.
هد زي تسمع الكلمة ما نشوفش في التنين بتاعها. حاول تكتبها كأنك متأكد منها وبعدها مش انثبتوها. سيدة الفول قصف ذهب الحمام. أنها لقد شفت أخذ من أخر نصلح؟ نعم. إذا سؤال لم أنهي تنوين الضم. إذا لم أنهي تنوين الكسري. با. هيا أريج كملت التنين أريج. نعم كملت بتقرأ نص ولا الكسر بقيت لي تنين الفتح. يا أريج مش بتقرأ النص من الأول وكل ويما تعرض الكلمة فيها تنوين تقول لي تقول لي تنوين ماذا؟ باهي أحب أحب باسم أحب باسم عمل السلاحة والأسر تم تنوين الكسر
أحب باسمون تنوين الفتح النظم. يا أريج أغزري لحظة يا أطفال، شو معناها تنوين يا أطفال؟ يا أريج تنوين أنها فرغمتين أو كسرتين أو تفتين. نعم فتحتين ضمتين كسرتين. به أريج. نعم أنت اللي قلت لي با، هيك ما إيش تنوين، هيك إشباع، هيك إشباع بينما التنوين لحظة يا أريج، التنوين إنه يكون العلامة مرتين، معناه كان ثم زوز فتحات نسميوها تنوين فتح، كان ثم زوز ضمات نسميوها تنوين الضم، كان ثم زوز كسرات نسميوها تنوين الكسر. فهمت؟ با الكلمة هذه تنوين ماذا؟ أريج. نعم باسمون بها تنوين أم لا؟ لا باسمون من تنوين الضم. يكفي أريج. يا أريج يا أريج. نعم سيدتي بها تنوين أم لا باسمون؟ بها تنوين. شنو تنوين الضم؟ نعم على خاطر ثم زوز ضمات من فوق الميم ثم زوز ضمات، إذا نسميه تنوين الضم. الكلمة الأولى هنا باسمون. باسمون أنا ما أعرف كلمة كين. أنا نحسي بالألف وال... لا ذاك اسمه إشباع. أي مؤمن وصل القراءة وأشغال الزراعة. وأشغال الزراعة لقد كان مغرى من أي مغرى من مغرى من. نعم بها تنوين أم لا؟ تنوين الفتح. نعم إذا مغرما تنوين الفتح. سيدتي أذهب إلى الحمام. نعم ريتاج. نعم واصل القراءة. في أي سطر نسيت بخدمتي آخر السطر الأول. بخدمتي يا ريتاج آخر السطر الأول. بخدمتي بخدمتي الأرض فاتخذ في حديقتي منزلي ركنا صغيرا بس هي مانيش قادر نسمع حقلة. نسمع قادر نسمع خاطرها هي تتكلم بعديك تسكر الميكرو. يا ريتاج ما فماش تنوين هوني في اللي قلته. ركنا نعم يا ريتاج. ريتاج لها بالحصة يا ريتاج. ركنا صغيرا. ركنا صغيرا نعم.
تنوين ماذا هذه؟ الفتح. ركنا صغيرا تنوين الفتح. هيا مجري واصل القراءة. سيدتي عندي كلمة متاع متاع إشباع متاع تنوين الفتح. صغيراً حتى يدورك. صغيراً قلناها صغيراً يا مجري. ركناً صغيراً قلناها يا مجري. وجعله وجعله حقلاً حقلاً تنوين شنو؟ وجعله حقلاً له تنوين شنو؟ الفتح. جيد. عندي جملة عندي جملة سنتين حاب نعمل ايه؟ لحظة يا رنيم استنى دورك. يا رنيم حوضا اشباع الفتح. حوضا اشباع الفتح. وي حوضا يا رنيم. شوف الترتيب كمل اقرا نص الساعة كمل. حقلا له مش اشباع الضب باش يا رنيم. أنه أن يزرع أن يزرع حقلا له يمارس فيه عادي تستر يا رنيم. حقلا 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 له يمارس فيه هوايته المفضلة فغرس زهرا وورودا وورودا أشباع الفتح. شنو هي اللي أشباع الفتح؟ وورودا فقط ورودا وزرع أزهارا. أزهارا نعم ونباتات أشباع الفتح. كلمة بركة يا رني مش خليهم يخلصون. أزهارا سيدتي تنوين مش إشباع. أي تنوين مزيكة أزهاراً وداداً. أي هارون واصل القراءة. ونباتات الزينة وخسر له أن يزرع زينة إشباع الكسر. جيد. التنوين تنوين الكسر. تنوين الكسر مني نغلط. الفروج زينة ب أي براء واصل. نحن نستر شنو وخطر له صدر أربعة. وخطر له أن يزرع
قمحا تلوين الفتح قمحا. جيد يكفي. هيا أنس. نعم. وصل. أن يزرع قمحا و وشعيرا إخباء تنوين وفتح. أريج. نعم سيدتي. أصير قراءة. تقلب. تقلبت تربة أبي. تقلبت تربة بمعوله بمعوله وأعد حوضا. أي. حوضا تنين الفتح. جيد. حوضا. وصل. أي مؤمن؟ مؤمن. يا مؤمن. نعم. أي مؤمن أين كنت؟ تجا. يا مؤمن. نعم. أين كنت يا مؤمن؟ يعني كنت مشيت الحمام ورجعت. ما عادش تمشي حتى بلاصتك كما تطلب الاذن. حل الكاميرا. وصل قراءة. في اي سطر؟ فقلبت اعد حوضا. اعد حوضا سيدتي تنوين الفتح. حوضا قلناها تنوين الفتح. هي وصل. وحفر السقية جرى فيها الماء ساقية. ساقية تنوين الفتح. سيدتي أريد الذهاب إلى الراحة. هنا من؟ من يريد الذهاب إلى بيت الراحة؟ من؟ رنين. سيدتي شني بيت الراحة؟ سيدتي أنا. اذهبي يا رنين. يعني أنا في بيت الراحة. واصلي يا ريتاج. ساقية جرى فيها الماء
ثم بذر سيدتي ما نسمعك سمعتها على خاطري كل شوي تسكر المايك. ساقية تنوين الضم. عملناها هيك يا بنتي. واصلي. سيدتي قولي لها ما عادش تبدا. وسيب الميكرو ما عادش تسكره يا ريتاج. سيدتي ما نسمعش فيك. أي يا ريتاج واصلي. تكلمي يا بنتي. حبيتي قمح وشعير في خطوط. هل يوجد تنوين؟ قمح وشعير. شو اسمه التنوين؟ تنوين الكسري. ما تنوين الكسر؟ قمح وشعير. يا ريتاج جت لها العب بعد تقول يا نيسي فيها مسطر. مرة جاية نقعك ما تتبعش ما عادش نقيمك. أيام يجري أعود إليك. في خطوة خطوطا في خطوطا خطوطا تنوين الكسري. خطوطا خطوط تنوين الكسري. كسر نعم. رنيم نعم سيدتي. واصل لي خطوطا. خطوطا واصلي. لحظة بقى. خطوط لقيت استنى سطر ستة. ستة وحسنا مستقيمة. كبرت نبتة من نبتة مستقيمة تنوين الكسر. ب ونبتة نبتة تنوين الظل. من نبتة. يكفي يا رنيم. سيدتي أنا كان عندي مشكلة في الصوت. ب براءة. لا أنس. أنس Any parting way, love may pour us delay. Yeah.
هيا هارون واصل. كبرت نبتة من نباتات القمح. واصل اي. وعلت نباتات القمح. الميكرو. وعلت ومادت هامتها إلى الأعلى وأخيرا أشباع الفتح. أحسنت. تنوين الفتح. تنوين الفتح، فهمتك شو تقصد. براء نعم سيدتي. واصلي. وأخيرا 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 تحولت سطر السابع. أظلمتها ولما جاء الصيف أصفرت السفولة تحولت إلى وأخيرا تحولت سفولة عجيبة إذا صارت أطول مباسما. مش تنوين هني تنوين تنوين الكسر باسم. وقبلها حطيناها عجيبة. دنبورة عجيبة. ايش بك يا أريج؟ ما بكي؟ نزيل الوقت راه. قنبلة عجيبة وباسما. لازم ثلاث كلمات. سيدتي فم أشباب الفتحة هي مغرما. لحظة أشباب الفتحة منها مغرما. تنوين الفتح تنوين الفتح مغرما منها. من هي طايت وهي أشباع. الأشباع والتنوين هي ها؟ أي أنس؟ نعم. واصل. إذ صارت أطول من باسما. السطر 8 دو. عجبا. عجب أهل باسم وقاربه من عظمتها ولما جاء الصيف اصفرت السنبلة ويبست حبوبها. أيقن باسم تنوين
تنوين ضم بيسيمون. بيسيمون ما عملناهاش. بيسيمون عملناها تنوين ضم بيسيمون. واصل اي قام بيسيمون ان وقت حصادها قد حان. حصد بيسيمون السنبلة ودرسها وكدس حبوبها وفكر في عمل يفيد الجميع فقدم لكل واحد. ما فهمش تنوين يا أنس؟ نعم. ما فهمش تنوين؟ فكر فيه إذا واحد. واحد تنوين الكسر. مازلنا ما وصلنا ليش كي. واحد تنوين فكر واحد. ما وصلنا ليش يا أنس؟ ما زلت ما قريت ليش انتي؟ وفكر فيه. فكر في عمل. عمل تنوين. تنوين شو؟ كسر. إذن تنوين فتح عمل. عمل أو عمل يفيد. يفيد يفيد ما عندهاش إشتغال تنوين. ما عندهاش إشتغال. عمل واحد. أريج. نعم سيدتي. واصل يا. فقدم لكل واحد. تقدم لكل واحد من أصدقائه وأقاربه بعض الحبوب. بعض حبات القمح طالبا. طالبا جيد. تنوين فتح. سيدتي أذهب وأستريح. نعم. به أحسنتم يا أطفال. نمر إلى سؤال ستة. يفكر باسمون في غيره ويتمنى لهم ما ويتمنى لهم ما يتمناه لنفسه. كيف ذلك حسب رأيكم؟ لم أفهم السؤال. باسمون يفكر في غيره ويتمنى لهم ما يتمناه لنفسه. يعني باسم يحب الجميع. كيف ذلك؟ ما هو الشيء الذي قام به يدل على أنه يفكر في الناس أيضا؟ ذهب الحمام. شكرا لك أرجع. سيدتي نكتب السؤال. نعم. حسنا.
سيدتي احنا نخدم التمرين. اي سؤال ستة، اكتبوا سؤال ستة تراجع لكم النص. سيدتي ما فهمتش السؤال. السؤال: يفكر باسم في غيره ويتمنى لهم ما يتمناه لنفسه، يعني باسم يحب الخير للناس أيضا، ما هو الشيء الذي قام به؟ سيدتي قد أنهيت. أنهيت. اكتبوا السؤال وأنا بشرح لكم النص. الصوت. سيدتي يمكن أن ترجعينا؟ كملتوا يا أطفال كل كتبتوا سؤالة؟ نعم. كملت ريتاجة؟ ليه سيدتي ما زال كان شوي نكمل. Thank you.
انهيتي ريتاجة؟ نعم. انهيت سيدتي. جيد. اي مؤمن؟ نعم. هاي اقرأ سؤال ستة. سيدتي تستطيع العب؟ لن أنهي سيدتي. يا مؤمن. نعم. يفكر باسمهم في غيره ويتمنى لهم ما يتمناه لنفسه. كيف ذلك؟ إذن كيف ذلك؟ أي يا مؤمن، هل أجبت عن السؤال؟ لا. لماذا؟ حل الميكرو، حل الكاميرا. عرفتش. باسم في النص يفكر في غيره ويتمنى لهم ما يتمناه لنفسه، يعني يحب الخير للناس كما يحب الخير لنفسه. شنو الحاجة اللي عملها تدل على ذلك؟ سأعيد النص وسوف تبحث عن الإجابة. اللي ما كملش كمل يخدم. اي شو اسمع إجاباتكم الكل. أنا سيدتي سيدتي، تعجب أهل باسم من عظمته. ماذا؟ سيدتي أرجع النص. سيدتي تستطيعين إعادة النص؟ تعجب أهل باسم وأقاربه من عظمته. يا مؤمن، ماكش مش تاخذ لي قرينة من النص، مش تقول لي ما هو العمل الذي قام به باسم ليثبت وليؤكد أنه يفكر في غيره كما يفكر في نفسه. يعني الحاجة اللي تدل، معناها العمل اللي قام به يدل أنه يحب الخير للناس الكل. شنو عمل باسم؟
جاوب سيدتي. لا كل مش ناخو إجاباتكم. ترجع للسؤال بركة لحظة. انهي اي مؤمن براء هل انهيت عملك؟ ما قلتلكش قولي يا براء كم خدمتك؟ نعم به مؤمن يفكر بسيمون بسيمون كيفاش يخمم في الجميع؟ كيفاش يخمم في الغير؟ ماذا فعل؟ كيفاش يفكر في غيره باسم؟ ماذا فعل يا مؤمن؟ ماذا فعل لأصدقائه وأقاربه؟ مؤمن فقط تجاوبني. يا مؤمن نعم كيف يفكر في غيره باسم؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ يا مؤمن شنو عمل باسم الأصدقاء وأقاربه في آخر النص يا مؤمن؟ ماذا فعل لهم؟ سيدتي براء لا مؤمن زراعتهم في العام المقبل يا عم نعم. خير جميل نعم ماذا فعل أعد طالبا منهم زراعة طالبا منهم ماذا أعطاهم؟ ابدأ الجملة من البداية ماذا أعطاهم؟ ما لا قدم حبيتي من قمحي قمحي طالبا منهم زراعتها في العام المقبل ليعم خير الجميع. جيد إذن قدم لأصدقائه وأقاربه بعض حبات من قمحه طالبا منهم زراعتها في العام المقبل. أعطاهم شوية قمح قال لهم يذوما ازروها في أرضكم مش العام المقبل تلقاو محصول به. هيك اش معناتها باسم يفكر في غيره كما يفكر في نفسه. إذا تنقول إجابتي إجابة أنا نجاوب. لحظة ريتاج وفي غيره باسم يفكر في نفسه وفي غيره اي يا ريتاج لقد أعطاهم حبات قمح يزرعونها إلى في العام المقبل. نقرأ
مجري موجودة أم لا؟ خرجت من الزوم. خرجت أي رنيم؟ رنيم أيضا خرجت. يظهرني هارون. نعم أريد إجابتك يا رنا. اقرا يا هارون. يفكر باسم في غيره ويتمنى لهم ما يتمنى لنفسه لانه فكر في العمل يفيد الجميع فقدم لكل واحد من أصدقائه وأقاربه بعض الحبات من قمحه طالبا منهم زراعتها في العام المقبل لعم خير جميع. صحيح برا. أستحسن التصرف باسم. برا نعم. ما قالكش ما رأيك هو؟ قالك كيف أن باسم يفكر في غيره؟ ماذا فعل؟ معناها أنت باش تقول العمل اللي عمله باسم كيف هو؟ شنو هو العمل؟ قدم لأقاربه حبات قمح ليزرعوها في العام المقبل. نعم جيد. به الآن أنت كيف تفكر في غيرك يا أطفال؟ لو مش تكتبوا لي جملة بسيطة تقولوا لي أنت كيف تفكر في غيرك؟ ماذا تفعل لكي تفكر في غيرك؟ واضح سؤالها؟ واضح. لا اكتب اجابتك في الكراسة بعد ان ناخذ اجابتكم الكل. نجاوب سيدتي. لا انهي. Mm-hmm.
سيدتي مش نسمع فيك. سيدتي أستطيع أن أجاوب؟ لا انتظري. كملت كله؟ نعم سيدتي كملنا. نجم يجاوب؟ أنهيت هارون؟ نعم هارون مازال. ماما عندي بس لازم نعملها او لا. باهي يا أطفال، السؤال هذايا تو نصلحوه في الأسبوع المقبل. باهي تو نهبط لكم هذايا، مازال عندكم خدمة باش نعطيها لكم الأسبوع المقبل تخدموها. هذايا الإنتاج تو تلقاوه في الموقع، في الموقع باش نهبط لكم النص هذايا نتاع الفلاح الصغير. تكملوا تهبطوا اللوطة بالكل تلقاوا الخدمة الجديدة نتاع الإنتاج. باهي أو هذايا نتاع الفلاح الصغير في الآخر بالكل تلقاوا إنتاج. اخدموا نصلحوا المرة الجاية. باهي حاضر إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. بي بي بي.